طيب انا عارفه انك مريتي بازمات كتير قوي الحمد لله. صح كده؟ الحمد لله. واكبر ازمه بالنسبه لك ازمه مرض والدتك. بعت كليتك عشانها. ب 10,000 جنيه ده صح؟ طب ما حاولتيش مثلا تلجئي الفنانين، تلجئي حد لا من معارفك؟ لا ما كنتش بقى لسه اتعرفت بفنانين لسه. كنت ايامها بشتغل يعني، سبت الفن شويه وكنت بسافر. ما ترددتيش لحظه؟ لا تردد ليه؟ ولو كان طلب عينيا كنت اديتها. انا بصي والدي متوفي وانا عندي سنتين، واخده بال حضرتك؟ فمتربيه في وسط مين؟ في وسط خلاني. انا والدتي على 3 صبيان ومتربيه في وسط خلاني في الضرب الاحمر والقلعه والمغربلين والحسين، الحتت دي الحتت الشعبيه اهل مصر دي. فما اتعودتش، امي ما حرمتنيش من حاجه وانا صغيره. انا دخلت المدرسه لغايه تانيه اعدادي وطلعت عشان كنت بساعدها في المطبخ، لان هي كانت شيف مطبخ عند البشوات والبهوات بتوع زمان، الناس الشبعانه. يا انا عايشه بدعاها، الرزق اللي بيجيني ده بدعاء امي، اللي من غير ام حاله يغم. انا عايشه بدعاها. انا بصي حاطه لها صورتين عندي في الصاله، ابص لها كده وانا بصلي واقرا الفاتحه، الله يرحمك يا امه، ازيك يا اصيله، هي اسمها اصيله. ابص الاقي حد يضرب لي تليفون، يعني انا قبل ما اجي محمد عبد المحسن البوفيه ضرب لي تليفون قال لي روحي عشان هبعت لك 300 جنيه، وتاني يوم العيد هبعت لك اللحمه. قلت له النبي يا احمد ما تبعتش فيها سمين عشان انا ما باكلش السمين. قال لي اللي هاكل منها هبعت لك منها. ام البركه، ام حنان، ام عطف، كانت صاحبتي وامي وحبيبتي. اقوم الصبح الاقيها عامله لي كوبايه الشاي بلبن، حاطه لي حته كيكه، حاطه لي بكو بسكوت لو ما فيش كيك، جايبه لي سميطه من الفرن عشان اغير ريقي. انا ما حسيت بقبر وحسيت بعجز بعد امي ما ماتت. انا امي ميته في 97 شهر 6. الله يرحمها ويسعدها، الله يرحمها وينور لها قبرها يا رب. أصيلة بنت فضل الله. طيب أنا